ليا كلياتنا بنتعرض للانتقاد بحياتنا، هل انت شخص بيتقبل الانتقاد ولا لا؟ انا بتقبل لانه انا بحب انتقد بقصص محددة اللي بحبهم طبعا، تمام. اما ما بيعنوا لي اكيد يعني لا بنتقدهم ولا بسمح لهم هلا ينتقدوني. شخص اجا غريب واجا انتقدك، شو ممكن تكون ردة فعلك؟ ممكن بقول له بحترم رأيك بس بيني وبين حالي ما كتير بتأثر لأنه ما بيعني لي. موضوعنا اليوم كتير حلو ليا، نتعرض في مرحلة من مراحل حياتنا للانتقاد، وأحيانا بيصعب علينا أنه نتقبله، وذلك يعتمد على ردود أفعالنا تجاهه، فمن الممكن أن ننظر إليه من الناحية الإيجابية واعتباره عامل مساعد للتقدم، أو النظر إليه بسلبية وبالتالي الغضب والتوتر. فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع انتقادات الآخرين؟ للحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل معنا الدكتور خيرية الأحمد، اختصاص نفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا. صباح النور، هلا يسعد يا صباحك. صباحي. يعني موضوعنا اليوم كتير مهم، وحكينا هيك شوي أنا وسمر إنه نحنا بنتقبل بس من الأشخاص اللي أو عم بحكي عن حالي، من طبعا الأشخاص يلي بهمونا أو الأشخاص يلي بنعرف إنه عم ينتقدوكي لمصلحتك مو لغاية تانية. أول شيء، شو هو الانتقاد ولمين بنسمح إنه ينتقدنا؟ تمام. هلا بلشتي باخر جمله بدي بلش فيها. هلا اول شيء انه الاشخاص اللي بنتقدون اللي بنحبهم هن بهدف انه لحتى نحن نتحسن او نحسن من شيء هو ما له صح، هو هذا اهم شيء، اهم شكل او نوع من اشكال الانتقاد. هو انتقاد ايجابي، هو انتقاد البناء اللي نحن بنعرفه. الانتقاد هو دائما اطلاق احكام او صفات على الاشخاص، دائما نحن عم نحكي، دائما عم نطلق لهم اي عبارات، هي عبارات سواء كانت ايجابيه او سلبيه، في لها اغراض طبعا، في ايجابيه، في اغراض ايجابيه، وفي اغراض سلبيه، في منها هدف سامي مثل ما عم بحكي البناء، وفي منها اغراض لا، بهدف الاحباط، بهدف انا انتقص من الشخص الاخر، قلل من قيمته، او خلي دائما هو حدا متاثر فيني، دائما مثل ما كانت عم تحكي سمر بالمقدمه انه هو عم ينساق دائما وراء مشاعره اكثر، ودائما نحطه بهاله انه هو دائما متوتر، بس بهمه كلام الاخرين، حدا هو بس مسيطر عليه كلام الاخرين. هلا الانتقاد له 3 اشكال تقريبا، هو في كثير له اشكال وانواع، بس رح احكي على 3 هن. اول شيء الانتقاد هو انتقاد بموضوع هو ما له صله، يعني مثال نحن بنجي على الصبح لحتى نشتغل، بدأ بنكون عم نحكي عن الشغل، عن موضوع انه مثلا في على الثياب، انه والله ثيابك مو حلوين، تمام. او هيك. هو اذا بقيت على الثياب نص مصيبه، اذا كانت عم تحكي عن سمات الشخصيه، يعني مثلا انه سمينه، انه نحيفه، انه انسان مثلا ما حلو، تماما، ايه ليه سمناني، هدول الشغلات. وهو هلا نحن بنحكي هدول الاشياء كحديث مثلا بين الجلسات تمام. السويه كذا، اوكي عادي، بيمرق بتفاصيل بسيطه، وحسب مثل ما قلتي من شوي الشخص اللي انا عم بتعامل معه. بس الخطوره وين؟ انه انا عم انتقد بموضوع لا صله فيه، يعني انا هلا موضوع الشغل عم نحكي عن موضوع كيف مثلا هلا عدينا الحلقه، كيف انجزنا اي شيء، بننسى كل شيء عم نحكي، وفورا بندخل هيك عباره انه هي ايه سمنانه كثير انت، مع هي النظرات تبع الايماءات اللي بتعطي هيك انه الانتقاد والسخريه والكهن اللي بيكون فيه. فهون نحن هون بنصير ابدا ما لنا شخص عم ينتقد بطريقه بناءه، ولا شخص عم ينتقد بطريقه مثلا هي مدمره او احباط، لا، بس هو لمجرد الحكي عم بيحكي. تمام. في له اهداف، هلا بنحكي كيف كل حدا في له اهداف وليش هو بيحكي هيك. الشيء الثاني، الانتقاد اللي بيجي بالشكل الثاني هو انتقاد المدمر او المحبط. يعني دائما نحن مثلا بيكون حدا متميز او عم يشتغل وهو حدا فعلا عنده ثقه بحاله، بس طبعا يعني ما كثير قوي او متمكن من ثقته، فبنبلش بنقول له انه ايه انت اشتغلت هي الشغله بس على فكره كانت ما ظابطه بنوب، يعني هي كانت حلوه بس انت لو عملتها بالطريقه الثانيه هيك، بيبلش بيعطي انتقادات كثير 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 كثيره، لحتى هو دائما انه انت ما بتعرف تشتغل، مع انه هو كان الشغل ناجح يعني مقبول لا شيء، بس هو دائما انتقادات مستمره مستمره مستمره. او انت اناني، انت مغرور، انت تماما تماما، يعني دائما في عبارات قاسيه، في عبارات هي بتحز بنفس الاخر، طبعا بترجع لفروق فرديه بسمات الشخصيه اكيد، بس هون هو هدفه انه انا احبط الشخص الاخر، قلل من قدره وقيمته، دائما خليه مشغول بكيف هو بده يرد لي هذا الشيء. دائما انا مثل ما كانت عم تحكي سمر على الغضب، كثير اشخاص هن عندهم هي الاساليب بيستخدموها لحتى يصيروا غضب الشخص الاخر اللي هو قدامهم، طالما هو ناجح فانا ما بقدر، مثل ما عندي القدرات اللي هو عنده، ما عندي الجد والاجتهاد والمثابره والاصرار اللي هو موجوده عنده، فانا بعرفه مثلا هو شخص انفعالي، فبيضرب على الوتر انه هو هذا شخص انفعالي، فانا بنتقده بشغله هو عم يحكي عن انجازاته، فهو هون بيعصب وما عاد بيتقبل الشيء، وبصير فعلا بيتأثر،
هذا الشيء بيأثر على إنتاجه بالعمل، بيأثر على شخصيته، بيأثر على صحته النفسية والجسمية كمان. أكيد. الشيء الثالث هو انتقاد البناء، اللي مثل ما قالت ليا من شوي إنه نحن في كثير أشخاص بيعزوا علينا وغالين علينا، وأنا كنت مدير بالعمل أو كنت مستلم أي شيء أنا عم بشتغله أو أنجزه، أو انتقد بناء لذاتنا. يعني كثير مهم نحن وقت نكون عم نشتغل شيء نقول شكرا لك، يعطيك العافية، عملت إنجاز كثير مهم، هذا الشيء كثير كان، وكان فيك كان في ثغرة بسيطة وأنت فيك تتلافاها بالأيام الجاية لأن أنت قادر تتلافاها، بس يمكن غفلت عن عينك أو ما انتبهت لها أو راحت. فهي العبارات اللي أنا بنتقد هي فعلا انتقاد، أنا انتقدته بقصة هو ما أنجزها بالطريقة المثلى، بس أنا انتقدته بطريقة بسيطة بطريقة لطيفة وعززت محبة. يقدر الواحد يصلح غلطه أو الخلل اللي موجود عنده. خلينا نحكي بما أنه هلأ حكينا على أنواع الانتقاد، خلينا نحكي طرق فعالة للتعامل مع الانتقاد، كيف ممكن الشخص يقدر يتعامل مع الانتقاد بشكل صح برأيك؟ تمام. هلا كمان آليات ال أنا الدفاع عن حالي أو آليات الاستخدام أو لازم أنا كيف واجه هدول الشغلات، في بحر من هدول الأساليب، وأنا ما فيني هلا كل بدي أحكي هي على الهواء إنه مشان مو أي آلية أنا هلا بحكيها هي مناسبة للجو للموقف اللي هو موجود تمام. فيه، لأنه هلا إذا أنا قلت تجاهل بتقلك إنه رح أتجاهل، فهو مو دائما التجاهل هو سيد المواقف بكل المواقف. هلا مثلا الانتقاد المدمر مو معقول انت تتجاهلي، اما النقد اول واحد اللي حكينا عنه اكيد ممكن تتجاهلي تماماً. اللي ما له صله بالموضوع يعني ممكن تتجاهلي الشخص ولا كانه قال لك شيء تماما يعني. كثير عوامل بتلعب بهذا الموضوع تمام. اول شيء حكينا كنا عم نحكي هلا من شوي انه نحن كيف الشخص حسب اول شيء الشخص اللي انا عم بتعامل معه، في اشخاص بدي راعي، انا في اشخاص حساسه بسمات شخصيته، يعني ما في شخص بتاثر كثير، في شخص حساس، في شخص هو ما عنده مشكله لو حكيته او ما حكيته ما بيتاثر، فانا بدي اعرف مين الشخص اللي هو قدامي، انا مع مين عم بحكي وليش عم بحكي، عم انتقد ليش السبب وشو عم بحكي. اول شيء الشخص، ثاني شيء الزمان والمكان، معقول هلا احنا نكون على الهواء اجي انا انتقد اشخاص عم بحكي انا وياهم؟ اكيد مو صح، يعني اكيد ابدا مو مقبول. او مثلا نكون باجتماع عمل جاي وفد عندي من مكان ثاني اجي انتقد موظفيني قدام الوفد بطريقه كثير فيها اسوء، اكيد لا ما هو صح. يعني في مواقف كثيره، فبدي اختار المكان والزمان والاشخاص اللي انا موجود عم بحكي معهم. وبرجع اهم شيء الاساليب، هو اول شيء التجاهل هو سيد المواقف، مثل ما قلت لك شيء هو ما هو سيد المواقف، بس هو سيد المواقف اذا انا عرفت مع مين عم اتعامل، لانه انت فعلا لحتى نحن نقدر نعيش بحياتنا ونكفي سواء كان بانجازنا الشخصي اللي احنا عم نتعامل فيه او كانت علاقات اجتماعيه ضمن الاخرين، فانا بحاجه دائما لحتى اتجاهل، لانه اذا بدي اوقف على كل موقف هو عم بيصير على كل فكره هي موجوده، فانا دائما هون عم بجهد حالي بافكار ما الي فيها تمام. يعني عم دائما عم بشغل حالي وعم حط بعقلي افكار وهي بتطلع عم فكر بطريقه سلبيه، وهي مالها، هي اوهام من عندي عم بتكون، يمكن ويمكن تكون فيها جزء من الحقيقه، بس انا عم دائما عم هول، عم ضخم المشكله، عم حط شغلات هي ما لها اساسيات بالحياه يعني. فدائما لازم احاول اتجاهل الشغلات اللي هي عم بتصير، ما رد عليها. الشيء الثاني، ما انساق ورا مشاعري، يعني حتى الشخص انا بعرف هذا الشخص هو استفزازي، نحن ما نقول شخص تمام. مستفز، فهو دائما بعرفه انه مستفز، فانا خلص انا طالما انا عندي قدره على الانتباه والادراك وعندي وعي وقدره على محاكمه الامور العقليه بحياتي والامور طبعا. العلاقات، فانا خلاص بعرفه شخص مستفز، فما بخليه يسيطر على النقطه اللي انا ضعيف فيها، فانا هو اذا انا عندي الغضب فانا بحاول ادرب حالي. طبعا هلا كمان مشان ما هو اللي كثير خليني احكي بموضوع نسبي، تعديل السلوك سواء كانت سيطرة على الغضب أو عدم اللي إذا كان شخص كتير بيتأثر هو من شخصيته حتى ما يقدر يتأثر بالآخرين، ما أنا بين يوم وليلة مشان ما نقول نحن هلأ عم نحكي بس كلام لمجرد الكلام، هو لا تعديل سلوك، لأنه أنا بحاجة لتدريب على كتير إشياء، بحاجة لدرب حالي أول شيء أنا أنتقد حالي وتقبل النقد عن ذاتي أول شيء تمام. كمان بحاجة لاحترام الرأي الآخر، إذا كان شخص هو عم يحكي لي فعلا للحكي هو النقد البناء أو نقد حتى أحيانا مدمر، بس حكاه بطريقة لطيفة، فأنا فيني أتقبل رأيه أكيد، فيني ما أرد باللحظة اللي هي موجود فيها، فيني أرد بطريقة. أنا دائما بقول للأشخاص التانين بيجوا بيحكوا لي إنه شفتي كيف حكيت علي، شفتي كيف عملت، شفتي كذا، فأنا بقول لهم لا تحطوا ببالكم أول شيء تجاهلوا، والشغلة التانية أنا لحتى رد على الشخص غير التجاهل، أنا بدي رد دائما. نحن شوي هيك كلياتنا اغلبنا بنحس انه عنا هي تبع لازم رد، لازم ندافع عن نفسي تماما، انا ماني ضعيف انا لازم رد، واذا ما رديت بالموقف بضل في شيء شاغل بالي انه انا امتى الموقف اللي بده يصير، بصير بخطط بدي اعزمها لعندي لحتى اقعدها لحتى اسمع الكلمتين اللي لازم رد، واذا قالت لي هيك بدي اقول لها هيك تماما. خلينا نحكي خيرية على نقطة كثير مهمة، يعني في كثير اشخاص بنقابلهم بحياتنا بحاجة لانك بتحبيهم فبحاجه انك توجهي لهم نوع من الانتقاد لحتى يصيروا احسن تماما. لمصلحتهم لحتى يتحسنوا، ولكن خلينا نحكي شو هو الاسلوب الصحيح لحتى نوصل الانتقاد ما يكون طريقة. لازع، حتى لو هو لازع لانه
يعني دائما بيقولوا اللي بتحبيه عاتبه، اللي بتحبه بتفقده، فكتير في كتير كتير قصص ممكن انها هي تواجهك لازم تقوليها لهذا الشخص بس هو ما بيتقبل. كيف تمام. انت بدك تكوني هلا صح. اهم شيء بهذا الموضوع انا احكي بطريقه لطيفه، استخدم دائما عبارات ايجابيه وحتى مثل ما حكيت اختار الاشخاص اللي انا عم بحكي قدامهم، يعني هلا حتى ابن الواحد طفله اللي هو مولود اذا بدك تنتقديه قدام الاشخاص لا تشاغب، بيكون عندك ضيوف بيقول لك لا تحكيني هيك قدام العالم، الطفل الصغير بيقول لك لا تحكيني هيك قدام العالم، فانا يفترض يكون انه اعرف امتى بدي احكي وين بدي احكي، هي واحد. الشيء الثاني اللي هو لازم يكون موجود دائما العبارات اللطيفه انه حبيبي انت اشتغلت كثير منيح، هذا شيء حلو. وفي شغله كثير مهمه نحن دائما بنغفل عنها، دائما 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 انتقاداتنا سواء للصغار او للكبار على الشخص وليس على السلوك. يعني انا بقول له انت واحد غبي، هو ما انه غبي، هو حدا ما قدر يتعامل بطريقه صح بهذا الموقف، بس هو ما انه غبي، ما انه غبي بالمجمل الكامل، ما انه حدا قدراته العقليه هي قليله. يعني شو يعني كلمه غبي؟ فانت هون عم تنصب للشخص لذاته لشخصيه الشخص، انت نعتي تماما صفه يمكن هي تزعزع تماما. ليش انا ما بقول له انه انت اليوم سلوكك ما كان صح، انت بالعاده بتكون قاعد حباب، اليوم ليش ما قاعد حباب؟ فانا فيني احكي له هدول الكلمات اللي هي ما عم وجه له لشخصيته، انه دائما للاسف للاسف كثير من الاشخاص هن وصلوا لمراحل جامعيه عاليه خسروا حياتهم الجامعيه، خسروا مهنتهم بسبب كلمات كانت مزروعه بعقلهم، كلمات سلبيه سواء كان من المدرس او سواء كان من الاهل، انت مثلا غبي، انت ما بتعرف تتصرف، انت صفات كثير يعني كانت هي فعلا محبطه وبتضل بالذاكره. يعني اشخاص كثير كانوا يمروا بحياتي بحالات كنا نعالج حالات كانت كلمه معلقه وفعلا صار في مشاكل نفسيه كثير. لحد ما كبروا خير. خلينا نحكي لك عن امتى الانتقاد بده يتحول لتنمر برايك؟ هلا التنمر هو هلا كثير شائع بيناتنا نحن للاسف، اشخاص يعني للاسف، مو نحن مو عن ما بدي كمان احكي بشكل عمومي بس للاسف الظاهره موجوده انه بننساق. يعني حدا حكى على حدا انه ليك ثيابه مو حلوين، مع انه بتكون حلوين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يلا كلياتنا يعني انا اصلا ما بدي احكي بضغط تغريس القطيع بس هي للاسف موصله لهالدرجه انه نحن بس انتقد حدا طلع فيديو على الفيسبوك اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صارت كل الاشخاص سواء كنتي انت معجبه بنوع الكنزه انت حبيبتي بس لانه رفقاتك كلياتهم اجمعوا انه هي ما حلوه وياخ طالع ابدا ما انا كويسه، هدول الحكيات اللي نحن البنات بنحكيهم للاسف، فبتصير كله بيجمع انه هدول الشغلات ما انا كويسه، بتبلش بيصير في تكرار وفي شده دائما. يعني اوكي انتقدنا على عيني خلصت السيره خلص ما بقى في نضل نباشر نتابع فيها، فوقت انا بيصير تنمر امتى؟ وقت بيصير في شده دائما دائما، بيصير في انتشار لهذا الموضوع وفي دائما هيك انه انا عم بحاول اخلي السيره هي عموميه بين كل الاشخاص، هون بيصير في تنمر. تمام. وبيصير التنمر مو بس كمان هو عباره عن دائما الفاظ نحن عم نحكيها، لا بتتعدى لسلوكيات مثل هلا للاسف مواقع التواصل الاجتماعي بيكون حدا طالع بصوره ما نصح، يعني هي ما انا سيئه بس هي ما نصح، فهن ما بيمسكوا بس الصوره بيقلبوا على صور قديمه وبيصيروا بيطلعوا بيطبقوا فيديوهات تماما زمان وهلا تماما، بتصير بتاخذ يعني مو بس يعني انتقاد، لا انا ما انتقد، انتقاد هو موقف حكيت وخلص، يمكن انتقد دائما هذا الشخص بس انا حكيت لموقف ما، بس هنيك دائما في استمراريه لهذا الشيء وفي شده عم طبق فيديوهات عم بعمل صور كتيرة عم بركز على شغلات هي ما نصح يعني حتى بالأساس، فهون بيصير التنمر بيكون موجود. تمام. خلينا نحكي بنقطة استقبال الانتقاد من شخص انه هو ما يأثر علينا بشكل كتير سلبي، في كتير اشخاص حساسين، في كتير اشخاص مثل ما قلت لها سمر من شوي انه الشخص اللي ما بيهمني بقوله ميرسي لذوقك وخلص رأيك ما بيهمني تماما ما بيهمني يعني اما الشخص اللي بحبه فممكن هو يأثر، بجوز مو هلا في شخصيه عنيده، بجوز بعد شوي تفكر بالقصه تفكر 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 وتحسن من بهذا الانتقاد اللي انتقده حدا ثاني. كيف فيني انا اخذ الايجابي وكب السلبي بدون ما اتاثر انا حتى لو كنت كثير حساس؟ تمام. لو كنت كثير حساس بدي وقت عشان اكون عم بحكي بطريقه ما لنا مثاليات okay. بس عم نحكي حق مجرد الحكي، لا حساس بدي وقت اتدرب عليه لحتى انا اقدر هي الشغله ما تمشي معي، وبدي اعمل انجازات شخصيه بحياتي لحتى انا اصير حدا فعال بالمجتمع، حدا عندي فاعليه الذات عاليه وتقديري ذاتي عالي، هي بدها شويه وقت بنمشي عليها اراده وتصميم وانا واثق بحالي بدي اشتغل عليها بشتغل عليها وبصير فعلا ما حدا بيقدر يزعزع لي شخصيتي. تمام. الثقه بالنفس هي واحد. الشخص العادي انا دائما بقول للاشخاص احنا اشخاص في بعض منا كمان مندفعين، دائما مندفعين بالعمل مندفعين، يمكن صعوبات الحياه احيانا شوي عم بتاثر لحتى تخلينا انه هيك بدنا نحصل على كل شيء وبدنا كل شيء، يمكن هيك عم بتاثر فينا، بس كمان هذا الشيء هو موجود بسمات شخصيتنا. دائما 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 انا بقول شغله انه بس فكر 10 ثواني ما بدي اكثر من هيك، 10 ثواني بس. يعني انا اليوم عم بحب بدي احكي كلمه قبل ما احكيها بس هيك فكر بيني وبين حالي شو بدي احكي، ما كنت بعد دائما تماما هي ما بدي اكثر من هيك، حتى بردة الفعل
انطر بس ثانيه، ما تكون هذا الشخص دائما الهجومي اللي هو انطر 10 دقائق. صدقا الكلمه اللي بدك تحكيها بطريقه بتكون هي يمكن دمر لك حياتك، يمكن موقف شغل تحكي كلمه تكون خالصين خلص ما عاد لك انت مكان بهذا العمل وتخسر عملك الوظيفي. فلا انا لحتى ما اكون وصل لهي المرحله هي 10 ثواني، انا بتخليني دائما غير كل هي الرؤيه. والعشر ثواني شو هي؟ عم بحسب التوقعات، يعني انا اول شيء بدي اوقف اتأنى ما دغري احكي فكر بطريقه قليله، ثاني شيء بدي احسب التوقعات اللي هي موجوده. كثير اشخاص بيزعجونا بس ما بنقدر نحكي معهم، ليش؟ مو لانه ضعيفين، لا، بس انا مثلا بحب ليا كثير ما بدي اخسرها لو هي زعجتني، فانا قادره انه اول شيء هيك اتأنى شوي، في عندي تأني بالفكره، ثاني شيء اتوقع انه انا اذا حكيتها هي حساسه او هي مثلا ما بتتقبل فهي رح تزعل مني، فانا رح اخسر ليا لخلص ما عاد تحكي معي. ممكن تنتهي الحلقه بسبب انه الواحد ما عم يحسب لا كلامه ولا تصرفاته. خلينا نحكي اذا كان شخص كثير عم يتعرض للانتقاد، يعني عم يتعرض لانتقادات متكرره، شو هي النتائج؟ يعني شو ممكن يتعاملوا معه عائلته واهله ليطالعوه من هاي القصه؟ تمام، هلا اول شيء انا فيني ركز على نقاط القوه اللي هي موجوده بشخصيته، كلياتنا عندنا نقاط ضعف وعندنا نقاط قوه موجوده فيه. انا من باب حدا هو معرض لهذا الموضوع كثير بقول له انت مثلا صح انه انت بطريقه مثلا لبسك ما كانت صح والعالم تقنتك فيها هي المره، بس انت بالايام الماضيه كنت مرتب، يعني هي يمكن سهوا على العجله، بطلع له مبررات هي شوي منطقيه مشان ما اكون انا حدا كمان عم يتقلب بالحكي، لا شوي منطقيه بنفس الوقت بركز على مكان قوه، يعني انت حدا متميز بالمدرسه، انت حدا شاطر، دائما وين النقاط القويه اللي هي موجوده عنده انا بحاول ارفع له اياها واعزز له اياها بالعبارات الايجابيه، هون شوي بينسى الشيء اللي هو كان عم يتعرض له، وبخليه دائما انه يركز على الشغلات. انت مو قالوا لك انت بتياب مالك منيح مثلا كانوا عم تاخذوا ثيابك، بلش حط سيستم بخطه برايك يعني ببالك وبلش تشتغل على اساسها، تصير هيك خليهم هن يحكوا عنك انه انت حدا كثير صار مثلا في عندك انجازات كويسه بهي القصه، يعني ما بس انه يكون الشغلات هي عباره بس انه انا بس لمجرد التفكير، لا حط خطه بحيث هن يحكوا مو انت اللي تحكي عن حالك بالشيء اللي كانوا عم ينتقدوك فيه. تمام، اكيد كمان بدنا نحكي بالاخر اكيد وبالختام نصائح اخيره، نصائح للاهل يلي ما عندهم وعي على قصه التنمر وقصه الانتقاد اللي عم بيتعرض اولادهم فيها بالمدرسه، ممكن يكون هو سمين، ممكن يكون يعني في عنده نقص شيء معين او خجول او ما بيعرف ياخذ حقه بايده او يعني كثير من القصص، بدنا نصائح لنزيد الوعي عند الاهل. تمام، هلا اهم شيء بالاهل نحن اول شيء يكون عندنا المتابعه بدون الشده، يعني انا بكون عندي متابعه كثير كبيره، ما يكون لا اهمال زائد اهمال، يعني انا ما تابع لابني ابدا، ولا يكون عندي تبع المراقبه والشده كثير بالتعامل مع الطفل، يكون وسطي دائما تابع التفاصيل اللي هو عم يتعرض عم تكون معه بتفاصيل حياته اليوميه. انا علمه كيف هو يصير يحكي لي كل شيء عم بيصير، وعلمه كيف على هو يواجه الحياه، يعني كثير من الاهالي دائما بتكون مهتمه باولادها مهتمه باولادها مهتمه باولادها، بتجي مرحله الجامعه صار هلا شوي شوي صار في بده يطلع برات العيله، فهون بتحسيه اللي هو وقع بكثير مشاكل. طب ليش انا بلوم الاهل؟ بقول انتم لو بالاساس كنتم عم تعودوه من هو صغير كيف يواجه المجتمع، يعني خليه يطلع لحاله مره، بس انتم تحت عينكم عم بيطلع، ليه خليه يروح يشتري هو من السوبر ماركت وانت تكون معه بس بعيد عنه، مو بسوك هيك وعمول هيك، لا اكيد لا مو لهالدرجه، لانه هون بصير في تلبك. تمام، فكل ما نحن عودنا اولادنا على هن يفكروا بطريقه كيف بدهم يواجهوا مجتمع، كيف عززنا لهم ثقتهم بنفسهم، ركزنا على النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه ناقشناهم فيها، يعني مثلا وانا احكي مع ابني وقت يكون مرحله انه المراهقه اللي هي كثير بيقولوا صعبه كثير، وقت يكون في مثلا اشكال من الشعر عم تغيير قصص كثير نحن ما بنتقبلها، احكيها بطريقه حوار ونقاش واعلمه بطريقه هي وفق اليه التربيه اللي انا عم بتعامل فيها، شوف مجتمعنا كيف بيكون، يعني احكي بطريقه هو يقتنع فيها، ما اكون انا عم سيطر وعم بحكي اكثر. وبالانتقادات دائما علمه انه نحن مو كل شخص نحن بيحكي لازم نرد عليه، هو هدفه يمكن ينتقص من قيمتك، نحن في كثير اشخاص هن عندهم للاسف نقص ما سمانا حلوه، فهي بتشوف رفيقتها حلوه فهي دائما ليش رفيقتها حلوه وسعيده، فهي لازم دائما توجه لها كلام سلبي 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 لحتى تحس رفيقتها انه هي ما حلوه. تمام، فنحن هون لازم نعلم اولادنا انه ما يكون اي شيء بالحياه انه نحن لازم نرد عليه، لا التجاهل هو اسلوب حلو وراقي، ودائما نتأنى ما نكون عجولين باي موقف نحن عم نتعامل فيه لا مع بين بعضنا ولا بين الاشخاص الاخرين. تمام، دكتوره خيري الاحمد نحن كثير بدنا نتشكرك، اليوم كان موضوعنا حلو ومهم وخاصه لكل حدا هلا بلش حياة جامعية جديدة، لكل حدا بالمدرسة انه احنا ندير بالنا كثير من الانتقادات من المجتمع ونكون اكثر وعي. شكرا كثير لك دكتورة. شكرا لكم، يعطيكم العافية.